نجاح المسلسل أنا وجهة نظري بيبقى رهان على شيء أبعد من الحبكة. الحبكة الدرامية اللي هو التتابع بيبقى ممكن جاذب، لكن الجاذبية لحظية. طب إيه اللي بيتبقى؟ إن هو يحكي عن أشياء أبعد، نشوف نفسنا في العمل الفني، وده اللي خلى أعمال فنية، ودي لا تشكل بالمناسبة أكثر من 10%. إحنا بنعتقد، وده اعتقاد خاطئ تماماً، إنه النجاح هو للقديم إطلاقاً. القديم زي الجديد بيموت 90% منه. طب بس إحنا ليه دايماً بيبقى الكلام سواء في الغنوة، في المسلسل، في الفيلم، ليه دايماً كلامنا إنه القديم حلو؟ لأن إحنا بنحكم على القديم من اللحظة اللي إحنا فيها. اللحظة اللي إحنا فيها ما تبقى من القديم على كل أنماط الإبداع هو الحلو، هو الجميل. فنعتقد إن الماضي كان كله جميلاً، وهذا ليس صحيحاً. ليالي الحلمية كعمل فني الصدفة لعبت أدوار كتيرة، إنه مثلاً كان محمود ياسين وسعيد صالح دول بداية الترشيحات، وبعد كده محمود ما تحمس وقرروا، كان طبعا محمود سليم باشا البدري كويس، والعمدة الغانم كان سعيد صالح. حصل انه انسحب في الاول محمود، بعد كده لقوا التركيبة مع يحيى عشان تبقى مظبوطة تروح ناحية صلاح، ومن هنا جاء الترشيح. طبعا ليالي الحلميه من الاعمال الخالده اللي هي يعني مش هتتكرر على زمن كتير قوي. ان هي كانت مكتوبه استاذ اسامه انور عكاشه كان كاتبها يعني من جواه بحب شديد، وكان الحاج اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه كان هو اخ عزيز بالنسبه لي، وانا اتشرفت ان انا اشتغلت معاه في بدايه حياتي كمساعد. وحاج اسماعيل يعني كان من الناس اللي هم المخرجين اللي هو يعني العمل بالنسبة له يعني شيء مقدس. فمن الأعمال اللي هي سابت بصمة في الدراما العربية، كل ما بيذاع بيلاقي مشاهدة أكنك بتتفرج عليه من أول مرة، ودي الحاجات اللي هي بتخلي العمل يبقى أسباب نجاحه إيه؟ إن المشاهدة لما بيتفرج بيحس إنه لسه بيتفرج عليه من أول وجديد. وبجانب ان هو طبعا يعني اكتشف نجوم كتيره، زائد ان هو مثلا برضك التتر بتاعه كان من الاعمال الخالده لحد دلوقتي، من تسمع الموسيقى بتاعتها الواحد بيبقى سعيد وهو بيسمع موسيقى ليالي الحلميه، والناس بتدندنها معاه برضك لحد دلوقتي.